نتابع مع بعض الأسئلة. السؤال الأول: قدرة بعض الكائنات على تعويض الأجزاء المفقودة منها تسمى التجدد. 2- قرص غازي مستدير كون كواكب المجموعة الشمسية هو السديم. 3- سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية بزاوية سكوس 30 درجة، فإنه ينعكس بزاوية الانعكاس تساوي 30 درجة أيضا، لأن احنا عندنا القانون الأول في الانعكاس زاوية السكوت بتساوي زاوية الانعكاس. 4- عيب الإبصار الناشئ عن نقص قطر كرة العين يسمى طول النظر. 5- إذا تحرك جسم من السكون بانتظام حتى بلغت سرعته 10 بعد ثانيتين من بدء الحركة، يكون التغير في سرعة الجسم خلال ثانيتين يساوي نقط متر كل ثانية تربيع. نحل كده المسألة ونعرف مع بعض. أولا، العجلة هتساوي عين 2 ناقص عين 1 على زين. عين 2 اللي هي السرعة النهائية 10، وعين 1 اللي هي السكون 0، يبقى 10 على الزمن 2، يبقى 10 على 2 فيها 5 متر كل ثانية تربيع. 6- ناتج قسمة المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك على الزمن الكلي المستغرق لقطع هذه المسافة يساوي السرعة المتوسطة.